السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي فين ما كنتو، تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى كذلك أنكم تكونوا شفتوا الفيديوهات اللي حطيت لكم بخصوص المدرسة الوطنية العليا للمعادي اللي كاينه بطبيعه الحال كاينه في الرباط، وكاينين مجموعه ديال المدارس الاخرى اللي شرحتها في فيديوهات وشروحات مصوره سابقه. لذلك رجاء حاولوا انكم ترجعوا للقناه لزياده اللقاء مع الموجي، وحاولوا انكم تشوفوا البلاي ليست وانكم تشوفوا شروحات مصوره وتشوفوا الاشياء اللي هي كتهمكم بطبيعه الحال. وما تنساوش كذلك انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا الزر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات بطبيعه الحال. غادي نكملوا سلسله ديال الشروحات ديالنا، وغادي نبقاو في المدرسه الوطنية العليا للمعادي اللي كاينة في الرباط بطبيعة الحال. ديجا واحد الفيديو لونسيتو دابا خاص بالطلبة اللي حاصلين على الإجازة وكذلك حاصلين على الماستر وبيدفعوا بطبيعة الحال الدوزيام سيكل في هذه المدرسة. غادي نمشيو كذلك وغادي نهضروا على الناس اللي عندهم الدوغ وعندهم الدوست وعندهم الدوب وبيدفعوا كذلك للمدرسة الوطنية العليا للمعادن. رجاء حاولوا انكم تنتبهوا معايا وحاولوا انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش انكم تعرفوا على معلومات اضافية اللي كتهم بطبيعة الحال الولوج لهذه السنة الاولى بطبيعة الحال. دونك غادي نمشي مباشرة للموقع ديال المدرسة العليا للمعادن بالرباط، وكما كتشوفوا معايا هنا واحد الاعلان خاص بالكونكور ديال باراليل بطبيعه الحال اللي خاص بالدوست دوت دوغ عفوا وديو تي ودوب، وكذلك كاين واحد الكونكور اخر خاص بالناس اللي عندهم الاجازه، وكاين واحد الكونكور اللي هو حطيت في القناه بطبيعه الحال باقي بمجموعه ديال الناس كيتفرجوا فيه خاص بالماستر. دونك انا غادي نحط لكم ثلاثه ديال الشروحات مصوره مختلفه، غادي نمشي مباشره بلا ما نطول في الهضره صراحه الله باش تاخذوا فكره عامه وما يطولش لا فيديو. غادي نمشي لهذا لانونس اللي خاص ب دوغ والدوست والدوب وكذلك ديو تي وشي حاجه اللي كتعاد لهم بطبيعه الحال، ونشوفوا ونتعرفوا على اهم الشروط بطبيعه الحال اللي خصها توفر. كما كتعرفوا اصدقائي باش تدفعوا لهذه المدرسه فكاينين مجموعه ديال المقاعد اللي هي محدده، يعني خصكم تدفعوا من الاولين وخصكم كذلك تكون عندكم مجموعه ديال النقاط باش انكم تدوزوا في البري سيليكسيون. وباش تدوز في البري سيليكسيون ضروري ان خصك توفر فيك مجموعه ديال الشروط بطبيعة الحال، منها انك تكون حاصل على شهادة البكالوريا اولا في سنة 2020، وتكون كذلك حاصل على دوغ ولا دوست ولا شي حاجة اللي كتعادل هاد دوغ والدوست، وتكون كذلك حاصل عليهم في 2022 يعني هاد العام، وتكون كذلك في واحد الفيليير من هاد لي فيليير، اما ماتيماتيك اما لانفورماتيك اما الفيزيك ولا الشيمي بالنسبه للكليات ديال العلوم بطبيعه الحال ولا كليات العلوم والتقنيات بحال مثلا اللي فيستي، ولا تكون كذلك حاصل على ديو تي بالنسبه للناس اللي يقراو في لي زيكول سوبيريور دو تكنولوجي، ولا دوب في هاد السنه ديال 2022 في واحد الفيليير من هاد لي فيليير الميكانيك ولا الالكتريك ولا لانفورماتيك، وتكون حاصل على جوج ديال لي مونسيون بطبيعه الحال، يعني ملي تنقولوا جوج ديال لي مونسيون الاس 1 والاس 2 تكون حاصل عليهم بطبيعه الحال بنقطه. اما حنا غادي نشوفوا دابا التفاصيل، تيقول لك هنا افوار دو مونسيون سيرتيفي بار لادمينستراسيون، يعني اي نقطه ولا اي بين نقاط خصك تجيبو فضروري انه يكون في داك الكاشي او لا سيناتور ديال المدرسه اللي انت كتقرا فيها، وتكون هاد لا مونسيون بطبيعه الحال اون مونسيون اون بروميير اني، يعني تكون حاصل على هاد لي ديمونسيون هاد لي مونسيون عفوا ماشي ديمونسيون في العام الاول بطبيعه الحال، اون اونيس 3 يعني في المجموع يعني 3 ديال لي مونسيون. العام الاول تكون حاصل على جوج ديال لي مونسيون يعني الاس 1 والاس 2، وكذلك الاس 3 تكون حاصل على المونسيون، والاس 4 عارفين بان مجموعه ديال الناس باقي ما دوزوش الامتحانات دونك باقي ما عندهمش الاس 4، لذلك هما ركزوا على الاس 1 والاس 2 والاس 3 كذلك. وتكون كذلك عندك واحد النقطة في هاد لي 3 سيمستر كتساوي ولا ولا فايتة بطبيعة الحال 13 على 20، يعني 13 على 20 في الاس 1، 13 75 في الاس 2، 14 في الاس 3، يعني بحال هكا تقريبا. وتكون كذلك افوار اوبتوني لو ديبلوم اون 4 سيمستر او بلوس، يعني تكون حاصل على الدبلوم ديال ديو تي
في اربعه ديال السوميسترات، يعني الاس 4 دابا راه لا بليبار باقي ما دوزوش الامتحانات، دونك راه ما غادي يركزوا على الاس 1 اس 2 اس 3، والا دوزتوا الامتحان ديال الاس 4 فحاولوا تصيفطوا لهم كذلك لي غولفي دو نوت والدبلوم ديالكم ديال الاس 4 بطبيعه الحال، وتكون كذلك عندك 22 عام الفوق من عبر هاد من خلال هذا الاعلان على هذا الكونكور، يعني في هذه اللحظات اللي انا كنهضر فيها دابا، فهاد الشيء اللي كيقصدوا بطبيعه الحال. نشوفوا البروغرام دابا ديال الكونكور. كما كتعرفوا بان اي كونكور فهو تيمر من مجموعه ديال المراحل، ومن ضمن هذه المراحل فضروري خصك تدوز واحد الاختبار اللي هو كتابي في الرياضيات، يعني عندنا لاناليز وعندنا الجبر وعندنا كذلك واحد لي بروف اكريت يعني اختبار كتابي كذلك في الفيزيك وفي هاد لي ماتيغ بالضبط يعني ليليكتريسيتي وعندنا كذلك الميكانيك. وبالنسبه للناس ديال العلوم والفيزيك راه عندهم ديك الميكانيك دي بوان راه كلشي الناس كيعرفوها، الناس ديال الفيزيك والناس ديال الشيمي راه عارفين ديك الميكانيك والميكانيك دي بوان. دونك عندنا كذلك البروسيدور دانسكريبسيون، كما كتعرفوا بان لا بري انسكريبسيون في اي سيت وفي اي مدرسه وفي اي معهد دابا ولات كتتم عبر واحد الموقع الالكتروني ديال المدرسه بطبيعه الحال، وضروري ملي كتدخل فانت كتمشي لو شوا ديال انسكريبسيون او كونكور باراليل اللي غتلقاو في لو سيت ديال المدرسه العليا ولا المدرسه الوطنيه العليا للمعادين، وغادي تمشيو تحطوا دوك لي دوني ديالكم وتليشارجيو وتامبليمو داك لافيش ديك لافيش دانسكريبسيون بطبيعه الحال. وفي هذيك لافيش دانسكريبسيون فضروري تكونفيرميو لي ريزولتا ديالكم، يعني سومستر 1 سومستر 2 سومستر 3 وكذلك حتى السومستر 4 الى عندكم، فضروري انكم تزيدوها. وكما قلت لكم دوك بيان النقاط ما تقولوش ليا سعيد راه ما عندناش بيان النقاط، واش ممكن تدخلوا للاسباس اتيديون ونديروا فقط داك الوصل اللي عندنا تما ونحطوه؟ لا راه ما دايرين لكم هنا اللي شفتوا معايا، هنا داير لكم واحد النقطه اللي هي مهمه ضروري خصكم تردوا لها البال، وهي الكاشي كاشي اي سيناتور دو ليتابليسمون اوبليغاتوار، يعني ضروري من داك الكاشي او لا سيناتور ديال المدرسه اللي انت كتقرا فيها. بالنسبه للدوزيام ايتاب فهي متعلقه بانك كتسكاني لا فيش دانسكريبسيون ديالك سيرتيفي باغ لا فاكولتي، يعني مصدق عليها من طرف المدرسه اللي انت كتقرا فيها، البكالوريا كذلك وكذلك رقم بطاقه التعريف الوطنيه، كذلك امبورتي سي فيشي امبورتي سي فيشي سكاني او نيفو دو لا دوزيام ايتاب، يعني هاد لي فيشي كاملين اللي انت كتسكاني فكتحطهم في لا دوزيام ايتاب المتعلقه بطبيعه الحال في بلانسكريبسيون او كونكور باراليل في السيت ديال ليكول، وبان التسجيل ولا اخر اجل باش انك تسجل فهو لو 5 جويي 2022، والموعد ديال الاعلان على لي كونديدا اللي هما دازو في لا بري سيليكسيون غادي يتم ان شاء الله تعالى نهار 23، يعني 23 هو هي لا دات ديال الكونكور بالنسبه للناس اللي دازو كما قلت لكم في ديك لا بري سيليكسيون. و تيقول لكم في الاخير هنا بان اي دوسي انكومبلي ما غاديش يتم الدراسه ديالو، وبان لي كونديدا اللي هما دازو في لا بري سيليكسيون هما اللي غادي يشوفوا سميتهم في السيت بطبيعه الحال، اللي ما لقاش سميتو تما ولا اللي ما لقاش راسو ولا اللي ما لقاش داك الكود داكسي باش انه يدخل يعني راه ما لقاش سميتو، وكتعتبر هذيك لافيش وكتعتبر داك لافيشاج ديال الاعلان على الاسماء اللي دازو في لا بري سيليكسيون بمثابه واحد لا كونفوكاسيون باش انك تمشي تدوز بطبيعه الحال داك الاختبار الكتابي في الماتيماتيك اللي سبق لي وقلت لكم وكذلك في الفيزياء، وكذلك راه ما غاديش تكون تقبلتي في المدرسه حتى توفر فيك جميع الشروط اللي طالبينها بطبيعه الحال المتعلقه بلا بري سيليكسيون ودوز لي كونكور ودوز كذلك الحوايج اللي هما طالبينهم مي في ما بعد اصدقائي. هذا الشيء اللي كاين اصدقائي، تنتمنى لكم حظ موفق، وما تنساوش كذلك انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا زر ديال الجرس باش انكم توصلوا بجديد الفيديوهات، وشكرا لكم على الدعم ديالكم والمساندة ديالكم لقناة سلسلة لقاء مع الموجه. نلتقي في فيديو اخر اللي غادي يكون ان شاء الله تعالى بخصوص الكونكور المتعلق ب الناس اللي عندهم لا ليسونس، دونك 3 ديال لي فيديو غادي تحطوا على المدرسه الوطنيه العليا للمعادن. الفيديو الاول حطيناه كما تشوفوا هو، غادي تحط واحد لا فيديو بنفس الطريقه حتى هو هذا اللي كنشرح دابا، وغادي تحط واحد لا فيديو اخر خاص بالناس اللي عندهم الاجازه. لقيتوا مشكله في التسجيل فصيفطوا لي وغادي نحاول ندير واحد لا فيديو باش نشرح لكم فقط كيفاش تحطوا دوك الوثائق ديالكم، وهذاك الشرح اللي غندير راه هو غادي ينطبق على الماستر وغادي ينطبق على الناس اللي بيدفعوا بالدوك والناس كذلك اللي بيدفعوا بلا ليسونس. هذا الشيء اللي كاين اصدقائي، تحياتي اليكم.